أهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء بحلقة جديدة من برنامج سين جيم. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. أرحب بزميلي أوس. أهلا بي زميلتي العزيزة. رمضان كريم عليكم مشاهدينا الكرام طلبتنا الأعزاء. سؤالنا لهذا اليوم، ما هو ترتيب شهر رمضان بين الأشهر السنة الهجرية؟ لنرى أجوبة طلبتنا من حرم الجامعة المستنصرية. مرحبا رمضان كريم. علينا وعليكم إن شاء الله. سؤالنا لليوم، ما هو ترتيب شهر رمضان خلال أشهر السنة الهجرية؟ ترتيب؟ يعني كرقم لو؟ نعم كرقم. بعرف. عندنا سؤال يقول لك، ما هو ترتيب شهر رمضان بين الأشهر السنة الهجرية؟ شهر رمضان بالأشهر الهجرية لازم أعدد لك إياهم لو بس توقف لي. جماد الأول جماد الثاني جماد رجب شعبان رمضان السابع الثامن. أوقف أوقف لا مو غير أرجع لها. نكمل حلقتنا لهذا اليوم ويانا طالب، نقول رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. برنامج سين جيم ويانا اليوم إن شاء الله سؤال سهل وبسيط، ما هو ترتيب شهر رمضان بين أشهر السنة الهجرية؟ يجي رمضان الترتيب الثامن. لا جواب خطأ. ما هو ترتيب شهر رمضان بين أشهر السنة الهجرية؟ ترتيب رمضان بالسنة الهجرية الشهر السابع تقريبا السادس. 8 6 تقريبا طبعا، يعني من ضمن ال 12 شهر ثامن سادس نقول الخامس. لا السابع. السابع هسه تثبت على شنو؟ السابع. السابع اثنينهم جواب خطأ. هو الشهر التاسع من السنة الهجرية. تاسع. اي متأكدة؟